السلام عليكم. تفاجأ سكان ولاية تيارت في الساعة الأخيرة بخبر تم نشره مؤخرا صدم الجميع، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. أوقف ناصر الدرك الوطني 40 يمارس نشاط طب الأسنان في عيادة غير مرخصة بحي الرحمة بعاصمة ولاية تيارت، وعلم من مصدر مطلع أن المتهم والبالغ من العمر 43 سنة لا علاقة له بالطب، لا من بعيد ولا من قريب، ويخلع الأسنان ويضع طواقم. وهناك الكثير من سكان الولاية من يترددون على عيادته للظفر بخدماتها. وبعد مداهمة رجال الدرك تم العثور على عتاد وأجهزة مختلفة لا علاقة بممارسة نشاط طب الأسنان. وتثير هذه القضية أسئلة عن دور المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش للعيادات الخاصة المفتوحة.